الابن والروح القدس الان واحد امين. ميدل ثري، النهارده معانا مراجعه على الوحده الاولى، القديس بطرس الرسول. هنعرف مين هو نشاه القديس بطرس ومين هو القديس بطرس ده. القديس بطرس ده قبل دعوه السيد المسيح له كان اسمه سمعان ابن يونا، وقد نشا في قريه اسمها بيت صيدا في الجليل، وسكن في كفر نحوم على شاطئ بحيرة طبرية لأنه كان بيشتغل بمهنة صيد السمك. كمان كان أخوه اسمه أندراوس وكان تلميذ ليوحنا المعمدان، وعن طريقه عرف يسوع المسيح وجاء به إلى يسوع الذي نظر إليه وقال: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. يبقى مين من الآخر الجزء ده؟ إنه هو سمعان ابن يونا وأخوه أندراوس اللي كان تلميذ ليوحنا. ولما عرف السيد المسيح فراح السيد المسيح قال له: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. هنعرف النهاردة دعوة الرب يسوع لبطرس. كان الرب يسوع واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، وازدحمت الجموع حوله عشان يسمعوا كلمة الله. فركب السفينة سمعان اللي هو بطرس وطلب إليه أن يبعد قليلا عن البر، وأخذ يعلم الجمعة. سيد المسيح قال له: إيه، أنا هركب السفينة بتاعتك بس خدها جوه شوية كده عشان أقدر أعلم الجموع الكبيرة اللي على الشاطئ. بعد حديثه إلى الجموع قال لبطرس، قال له بقى إيه لبطرس: ابعد إلى العمق وألقي شباككم للصيد. هنا بطرس استغرب فقال له: إيه يا معلم، قد تعبنا طول الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك، يعني احنا ما طول الليل ما صدناش ولا حتى سمكة صغننة قد كده، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا، اللي هي معجزة صيد السمك، حتى كادت الشباك تتخرق يعني تتقطع، فأتوا شركائهم في السفينة الأخرى وملأوا السفينتين بالسمك. دي معجزة صيد السمك، لما قال لبطرس ابعد الى العمق وبطرس اعترض على كلامه، قال له احنا ما صدناش حاجة، هنروح ليه؟ لكن بالمرة يلا على كلمتك بقى هلقي الشبكة وزي ما تقول هعمل. فعلا لما القى الشبكة في المية في البحر، هنا السمك اتلم بامر السيد المسيح، فاتوا شركائهم من السفينة التانية يملأوا السفينتين. فخر بطرس عند ركبتي المسيح قائلا، ده حاجة عمرها ما حصلت، ايه ده احنا لمينا سمك البحار كلها. قال له اخرج من سفينتي يا رب، لاني رجل خاطئ. فقال: لا تخف، من الان تكون صيادا للناس. الحتة دي هنقف عندها كلمتين كده، وممكن تكون عنها بحث. يعني اقول لك الآية اللي اتقالت لبطرس لما اصطاد في معجزة صيد السمك، قال له اخرج من سفينتي يا رب. هل هو ما كانش محتاج ربنا او مش محتاج السيد المسيح؟ لا، هو عشان ان هو حاسس ان هو راجل خاطئ، ان هو ما حطش في دماغه ان السيد المسيح ازاي ان انا اقول له مثلا او اتناقش معاه ان احنا ما اصطدناش بس يلا جبر خاطئ. لا، ده انا كده حسيت ان انا انسانه مش كويسه وانسانه ما استاهلش ان السيد المسيح يبقى معي. فقال له: لا تخف، من الان تكون صيادا للناس. وعلى اثر هذه الدعوه ترك بطرس كل شيء وتبع السيد المسيح. يبقى انت بطرس ترك الصيد وترك شغلته واتبع السيد المسيح بعد معجزه صيد السمك اللي كانت الشباك هتتخرق فيها، وساعتها ركع على ركبتيه قدام السيد المسيح وقال له: اخرج من سفينتي يا رب لاني راجل خاطئ. فهنا دعاه السيد المسيح ان يكون خادم معاه، صياد للناس، يعني مش يصطدم بحاجه وحشه، لا، يعني خادم يجذب الناس لكلمه ربنا. اختبار ايمان القديس بطرس. هنا السيد المسيح اختبر ايمان القديس بطرس، عشان كده كان واثق فيه على مدى خدمته. أبقى يسوع على الشاطئ، بقى السيد المسيح على الشاطئ ليصرف الجموع، وركب التلاميذ السفينة ودخلوا إلى عرض البحر، وطغت الأمواج. هنا المعجزة الثانية مع مين؟ مع بطرس. وطغت الأمواج على السفينة وكان البحر عالي جدا،
بعد ما صرف ايه الجموع ومشي، وفي الهزيع الرابع من الليل جاء اليهم يسوع ماشيا على الماء، فاضطرب التلاميذ وبادرهم قال لهم ايه السيد المسيح، لحقهم بقى ما تخافوش يعني، قائلا تشجعوا انا هو لا تخافوا. فاجابوا بطرس وقال يا سيدي ان كنت هو فامرني ان اتي اليك. فقال له تعالى، فنزل بطرس من السفينة يمشي على الماء. لكن بطرس هنا يعني ايمانه خانه، يعني طب انت كنت السيد المسيح خليني زيك امشي، ما يمكن انت مش السيد المسيح. ولكن عندما رأى ريح شديدة خاف وابتدأ يغرق، فصرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع المسيح يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت. خلي بالنا، يا قليل الايمان لماذا شككت. يعني احنا لما بنقول طلب من السيد المسيح او نتشفع به او نتشفع بحد، ما يبقى عندنا ايمان وما نشكش ان ربنا هيدينا الحاجة دي. ولما ركب السفينة سكنت ايه الريح. دي تاني معجزة، معجزة المشي على الماء. يبقى اول معجزة معجزة صيد السمك، تاني معجزة اختبار ايمان القديس بطرس. طيب، اعترف بطرس بالرب يسوع وتعلقه به، اعترف به وتعلق به. كان الرب يسوع في نواحي مدينة قيصرية في فيلبس، فسأل تلاميذه، قال بقى ايه اشوف تلاميذي بقى ماذا تقولون عني؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. هنا نلاحظ إن بطرس كان شديد الانفعال، دايما هو أول واحد ينطق، أول واحد يقول، أول واحد يسأل، أول واحد يتكلم. فكان هنا مندفع وبقلب قوي يعني. فأجابه بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، وانا اقول لك انت ايضا بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها، واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فكل فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. هنا الآية هتيجي سؤال بقى نسأل، نقول لك من قائل هذه الآية وإيه المناسبة اللي اتقالت فيها وبتدل على إيه؟ يعني طوبى لك يا سمعان ابن يونا هنا بتدل على إن السيد المسيح طوب مين؟ بطرس. طوبه ليه؟ لأنه أجابه وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. فهنا طوبه، ويعني السيد المسيح قالها لبطرس لما رد عليه قال له ماذا تقولون عني. ده الموقف، وان الكنيسه هتبقى اللي كل ما يحل على الارض يكون محلول فين؟ في السماء، وكل ما يربط. ده السر ده في ايد مين دلوقتي؟ الكهنه بتوع الكنائس او الابونا اللي احنا بنروح له، او الكاهن اللي بيصلي في الكنيسه. كل ما يربطه على الارض يكون مربوط فين؟ في السماوات، وكل ما يحل على الأرض يكون محلولا في السماء. طيب، وعندما أعلن الرب يسوع لليهود إنه هو خبز الحياة، وإن من يأكل من جسده ويشرب دمه يحيا إلى الأبد، فإن كثيرون انصرفوا من حوله. عندئذ قال يسوع المسيح لتلاميذه الاثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ يعني أنتم كمان عايزين تمشوا؟ اتفضلوا يعني عادي مفيش. فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ إحنا هنروح لمين؟ انت عندك كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أن أنت المسيح ابن الله الحي. مكانة القديس بطرس كانت عند السيد المسيح كتيرة. طب ايه دليلك او ايه اللي قلت ليه كده الكلمة دي ان هو له مكانة عند السيد المسيح؟ اول حاجة لما طوب الرب يسوع بطرس لأجل ايمانه بيه واعترافه بألوهيته، قال له ايه؟ قال له ايه؟ انت المسيح هو ابن الله. ها ده رحمة وبطوبة لك يا سمعان ابن يونا اللي لسه ايه قايلنا. اختار سفينته ليعلم منها كلام الله ويصطاد صيدا عجيبا. ذهب الى دار بطرس وشفى حماته. اخذوا ومعه يعقوب ويوحنا الى بيت ييروس رئيس المجمع، حيث اقام ابنته من الاموات.
كشف له أيضا مع يعقوب ويوحنا عن مجده ولاهوته، حيث أخذهم يسوع المسيح إلى جبل عالي اللي هو معجزة التجلي، وتجلى قدامهم وكلفه بأداء جزية الهيكل. دي تاني حاجة بعد كده لما قال له روح اصطاد سمكة والقي الصنارة، والسمكة هتطلع افتحها وخذ منها الأفطار وادفعها عني وعنك. دي معجزة تالتة برضو مع بطرس. يبقى احنا عايزين نعرف المعجزات، كم معجزة مع بطرس؟ أول واحدة صيد السمك، تاني واحدة المشي على الماء، ثالث واحدة اللي هي معجزة قال له ايه القي السنارة وخذ الأسطار اللي موجودة في السمكة وادفع. الأسطار يعني الفلوس، والجزية يعني زي الضرائب اللي احنا بندفعها دلوقتي. وصلى يسوع خصيصا من أجل بطرس سمعاني وذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلكم لكي لا يفنى إيمانكم، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وعندما أراد السيد المسيح أن يحتفل بعيد الفصح دعا بطرس ويوحنا وطلب أن يذهبا ويعد المكان الذي يتناولون فيه الفصح، واختاروا مع يعقوب ويوحنا ليسهروا في بستان جسمين. هنقف لغاية هنا وإن شاء الله هنكمل في المحاضرة الجاية لميدل سري. شكرا.